انا صراحه منهار تماما. يعني انا ليش تكلمت وياك ورد الصراحه من عندك؟ احنا يعني عيب المشكله هي هاي المشكله. يعني ست سنوات الى حد الان مخصصات بالضبط، مخصصات من مستلمين ست سنوات واكثر، الموازنه لا تكفي لا بناء مدارس لا مستشفيات لا بنى تحتيه. خلي اكون وياك دقيق سيدتي اذا سمحتي لي. تفضل. الناس الان من السب وتشتم ولازم الشوارع علينا احنا محافظين صارين بوجه المدفع. يا هل يجي يهيننا ويا هل يجي يسبنا ويا هل يجي يحكي علينا والناس يشوفنا فاسدين بسبب اكو ناس قاعده في بغداد الله ما تخاف من عنده. نقول لهم عمي من خلال قناتكم اليوم انا صراحه منهار تماما، شهر السادس موازنه ماكو والناس تسب وتشتم بينا وظالين صراعات سياسيه، واحد يسب ويشتم امور شخصيه، البلد يندار من خلال ازمه نفسيه مع ناس يدعون القياده ما عندهم ذره من المسؤوليه، واليوم احنا ناسنا تموت، مستشفيات ما عدنا، مدارس ما عدنا، شوارعنا منتهية وناس تموت بالطرق الخارجية ويجيك واحد يقول لكم ايش بيكو. صح، انتم بالمواجهة سيادة المحافظ، انتم بالواجهة سيادة المحافظ، انتم ايضا يعني واجهتم بعض الاشخاص اللي يريدون ما تستقر هاي المحافظة ومحافظة واسط بالذات لانها تعتبر سلة غذاء المواطن، نتكلم عن حنطة وغيرها. انتم بالواجهه، الناس دا تقول لكم انه نريد تعيينات، نريد مي، نريد كهرباء، نريد مدارس. نعم سيدتي، انه الان احنا طيبين في المحافظه متعاونين ويانا بشكل تام. نعم. واليوم انا كمحافظ لا خير بالمحافظ اذا ما يخدم اهله وناسه. نعم. ويكون هو معاهم اينما يكونوا. نعم ادبنا بعض الفاسدين، ادبنا بعض الناس اللي ما يريدون الخير لهذه المحافظه. الآن المحافظة نشتغل بفريق واحد، كل المؤسسات اللي هي أجزم أنه اللي تابعة للمحافظة فريق بهمة ليل نهار دا نشتغل وفق الإمكانات المتوفرة. استثمرنا الإمكانات من موارد بشرية من موارد مالية وإن كانت ضئيلة، لكن حققنا شيء ملموس على الأرض. مو طموحنا ذلك، من خلالكم نتحدث مع السادة المسؤولين في بغداد، مكنونا وحاسبونا. نعم. انطونا استحقاقاتنا وحاسبونا. اذا بدنا نتكلم عن البترو. نعم. دولار، البترو دولار تستلمون حصه؟ يعني احنا الان نعم نطلب حصه ست سنوات لم تعطى حقوق محافظه واسط من البترو دولار، تريليون و200 مليار الان مديونتنا في وزاره الماليه، واقمنا دعوه قضائيه في احدى المحاكم المدنيه، يعني نسعى ان نستحصل حقوقنا بهذا الجانب. نتحدث بصراحه تامه انه تعطيل الموازنات، الناس تتضرر منها بشكل مباشر، عندما نتحدث عن مشاريع متوقفه، عن سوء خدمات، خلونا نراجع بالارقام ماهيه الموازنات اللي تم وصولها الى المحافظات حتى نجي نحاسب المحافظات على الاموال التي صرفت لها. الآن احنا منتصف السنة موازنة ماكو، وممكن الآن هناك من يتحدث هذه السنة لا توجد موازنة. طيب شلون نسكت الناس؟ الناس تريد خدمات، تعيينات ماكو، صحيح، فرص عمل ماكو، الناس ملت سيادة المحافظ، خدمات ماكو.